مشاهدينا، يسعد اوقاتكم بحلقه جديده من برنامجكم يومي. اليوم احنا رح نحضر وصفه سهله وسريعه وهي اكواب التيراميسو. مثل دائما مع رزان. مرحبا يا رزان. يا هلا، يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك شاهد حبيبتي، يسعد اوقات اعزائنا المشاهدين. الحمد لله تمام، انت كيفك؟ انا بالف خير الحمد لله، ممتازه وكثير متحمسه لنبلش حلقه اليوم. اليوم الوصفه كثير سريعه، كثير سهله، مكوناتها قليله وبسيطه، وهي بتقدري تحكي يعني وصفة الأوقات الحرجة، إنه سريعة جداً جداً مثل وصفة الضيوف الغفلة. أيوة بالضبط، بيجوا على غفلة سريعاً يعني ما في داعي إنه نستنى عليها بالثلاجة، خلاص بنعملها وبنقدمها. أكيد. إذن خلينا هلأ نتعرف على المقادير اللي حتكون معنا. تمام. هلأ أول شيء عندي أنا كوب من الماء الساخن علشان بدي أحط فيه معلقة نسكافيه للبسكوت. عندي هون كريمة، واحد ظرف كريمة بودرة إحنا خفقناه هون مع كاسة حليب. بلزمنا كمان اكيد النسكافيه، بدنا معلقه كبيره من النسكافيه، بدنا كاكاو للزينه، اربع حبات جبنه كريميه، اصابع ويفر للزينه برضه، في عندنا كمان اربع علب من بودنج الفانيلا اللي بيجوا علب جاهزين الصغار، واكيد البسكوت. طبعا انا شايف الالوان عندنا هون كلها اغلبها بني، فمش عارف اللون كيف حيطلع معنا. هو لون كثير حلو على على فكره، يعني هيك لونه بيجي بين الفاتح مع الكاكاو على الوجه مع أصابع الويفر، كتير لذيذ. إذا خلينا هلا يا رزان نبلش بالتحضير. تمام. هلا بلزمنا اول شيء معلقه، طبعا هاي هون في المعلقه والبول، طبعا دائما الخطوه الاوليه. اذا هلا احنا شو بدنا نحط اول شيء من المكونات؟ اول شيء بدنا نحط اللي هو الجبنه. يعني مش حنبلش مثل دائما بالمكونات الجافه، لا هالمره ما في مكونات جافه ومكونات سائله. رح نحط الجبنه، وطبعا لازم تكون الجبنه بدرجه حراره الغرفه. إذا ما كانت بدرجة حرارة الغرفة ما رح تصير كريمية معي، رح تضلها كتل. هلا بدنا نخلطها شوي بس عبين ما تصير كريمية. هلا هيك صارت معنا الجبنة كريمية، حنضيف عليها مقدار الكريمة. طبعا مثل ما حكينا هون عندنا ظرف كريمه بودره مع كاسه حليب بارد، نخفقهم مع بعض وبعدين بضيفهم فوق الجبنه. طبعا طريقه تحضير الكريمه كثير سهله وسريعه، فانه احنا مش في حاجه نحضرها قدام المشاهدين لانه اصلا بيقدروا يعملوها باقل من دقيقه. هي مكتوبه بتكون على الكرتونه تبعت البودره الكريمه. هلا هيك حطينا كل الكريمه، رح نرجع نخفقها مع بعض كمان مره. طبعا هي بحاجه انه بين كل فتره وفتره نحاول نقيم اللي على الاطراف عشان نضمن كله يكون مندمج مع بعض، يعني مزيج واحد. مزيج واحد طبعا. انا ملاحظه انه الخطوات حتكون كثير سهله وسريعه معنا اليوم. كثير سهله كمان، كثير زاكيه. هيك بتكون عندنا جاهزة اندمجت. هلا بدي افضيها في هذا. اول شيء بنقيمها على الشفرة. هاي الوصفة قد ما هي سهلة ممكن انه بالبيت انه ست البيت تخلي اولادها يساعدوها فيها،
يعني في كتير خطوات إنه ممكن الأطفال اللي يعملوها. أكيد، وبيكون على فكرة كتير مبسوطين ومتحمسين لما يشغلوا مع إنه مع إمياتهم شغلات، فبيكونوا كتير مبسوطين إنه هم أنجزوا إنجاز يعني، وطلع زاكي كمان. كمان ممكن نترك للأطفال شغلة التزيين آخر شيء. اللي بدهم يعملوا يقدروا يزينوا، إنه مش شرط بطبقنا لليوم. مزبوط. أي طبق هي عم تعمله. صح. طبق اليوم ممكن مثلاً هم الأطفال اللي يحطوا على البسكوت النسكافيه، ممكن هم يعملوا كتير أشياء، حتى إنه ممكن يعني هي هاي الماكينة ما بتأذي طول ما هي الأم واقفة جنب ابنها. طبعاً أكيد لازم تكون مشرفة الأم عليهم. أكيد ما بتأذي. هلأ هيك بضيف أنا عليهم مقدار 4 علب البودينج فانيلا. طبعاً أول ما نضيفه لازم نحاول إنه نخلط بخفة، نخفقها بطريقة من فوق لتحت عشان ما بدي تهبط معي الكريمة. وظيفة الكريمة هون تعطي خفية للمزيج. بهاي الطريقة. طبعا لون المزيج كتير حلو على فكرة، صار جاي على صفار. لونه بيجي هيك اصفر فاتح. ممكن هلا بس نحط باقي المكونات اللي هي النسكافيه او اصابع الويفر للتزيين، بيعطيها لون بني كتير حلو، بيطلع منظرها كتير حلو على فكره. وعن جد عن جد ضيافه زاكيه يعني، مش بس سريعه ولذيذه كمان. هلا هاي جاهزه معي، هلا بدنا القوالب علشان نبلش نعمل فيهم طبقات حلى التيراميسو. هلا بدنا نجيب القوالب. طبعاً يا رزان إحنا هلأ بنقدر نستخدم الأكواب هاي، وكمان القالب اللي بيجي على شكل مستطيل، يعني إحنا بنقدر نزينها أو نحطها بقالب اللي بدنا إياه. هلأ هدول ليه حلوين؟ لأنه خلص لكل شخص بيطلع له قالب حصة، كل واحد له حصة بالضبط، ومنظرهم أحلى على التزيين، بيكونوا كتير حلوين مع أصابع الويفر، بيطلع منظرهم عن جد حلو، وخصوص إنه هي أصلاً وصفتنا لليوم مميز بينها أكواب. مزبوط. فإحنا أكيد لازم نكون نستخدم معنا الأكواب هون. صحيح. هلأ هون عندي أنا مقدار كوب الماء الساخن، بدي أنقص عليه معلقة كبيرة من النسكافيه. طبعاً هلأ المية هون لازم نحكي للمشاهدين إنها لازم تكون فاترة أو ساخنة، فاترة. لأنه لو كانت باردة ما بينمزج النسكافيه مع المي، يمكن ما تدوب. بالضبط. صح. فعشان هيك إحنا بنعمل مي بدرجة حرارة فاترة أو سخنة شوي. مزبوط. هلا بدي معلقة عشان أحط فيها مقدار النسكافيه. تمام. هلا بنحط هون معلقة كبيرة. طبعا هم يعني ما يفكروا إنه معلقة كبيرة إنه كتير بتعطي طعم مر، لا بالعكس ما بتعطي طعم مر، لأنه بس يا دوب البسكوت حيتغطس فيها بطريقة كتير بسيطة. هلا بنبلش بالبسكوت، بنرص الطبقات تبعتنا. أول شيء بنحط البسكوت بس هيك تغطيسة خفيفة، وبنحطهم في القاع. بسكوتين للقاعدة تحت. بعديها طبعا نرجع. مثل ما بنحكي بالعامية زي تغميس. هيك بس يعني خفيف، انا ما بدي البسكوت عندي يدوب على الاخر، بدي اياه يضل فيه شوية قرشة، لانه اصلا اذا داب على الاخر احنا مش هنعرف نطوله من الصحن عندنا هون، بيصير يعني ببطل له طعم بسكوت، بيصير متشتش يعني مش زاكي، أزكى انه يكون شوي في قرشه، وبنفس الوقت يعني خلص اخذ حاجته من طعم النسكافيه، مش بحاجه اكثر يعني، بس نكهه يعني يا دوب خفيفه او بسيطه بنقدر نحكي. طبعا فيها ست البيت اذا هي مش حابه تعمل في هدول القوالب، فيها تعمل باي قالب هي بدها اياه، فيها تحطها في قالب البايركس. بس شو بصير اذا حطيناها في قالب بايركس كبير؟ بصير انه لازم نستنى عليها يعني تقريبا ساعة بالثلاجة عشان تمسك مع بعض. بتاخذ وقت اكثر. هلا في هدول الحلو فيهم انه خلص على السريع بتعمليهم بتقدميهم، ما بياخذوا وقت. هلا بدنا نحط اللي هي طبقة الكريمة اللي حضرناها سوا. يعني احنا حنعمل الاكواب على شكل طبقات حيكون عندنا. على فكرة يا رزان ذكرني هذا بالبودينج اللي احنا بنعمله، بيكون طبقات كريمة او جل او بسكوت كمان. كتير زاكي، فكتير اي اشي فيه بقلبه طبقات بيرضي اذواق الجميع. مزبوط يعني. كتير زاكي، والاطفال كتير بحبوا هيك اطباق كمان. معلش فيها الوان وحركه. صح. هي معلش فيها نسكافيه بس والله ما بتطلع مره، يعني انه الاطفال بيستسيغوها كمان بحبوها. هيك تمام،
بقدر معلقتين تقريبا الكاسات اللي عنا بياخدوا. طبعا هلا بنرجع بنحط كمان طبقه بسكوت بنفس الطريقه اللي عملنا فيها بالاول. يعني مثل ما عملنا طبقه البسكوت تحت والكريمه بنرد بنغمس البسكوت كمان مره على اساس نغطي الكوب او الكاسه اللي عندنا. مزبوط. اذا هلا شو هي الخطوه اللي حنعملها بعد طبقه البسكوت هون؟ هلا هاي ولا شيء، خلص بدنا نحط عليها كمان طبقه من الكريمه ونزينها بالكاكاو. والتقديم نزينها بالكاكاو بتكون جاهزه. فعلا انها وصفه كثير سريعه وحلوه، لذيذه لذيذه. هيك هي صارت جاهزه. هلا بنحط عليها اخر معلقه من الكريمه. طبعا بيتهيأ لي فكره انه لو رشينا عليها حبه قريش بيجي ملون بيطلع المنظر كثير لطيف، خصوص انه الكريمه عندنا جاي على بياض او صفار فبيعطيه لون كثير حلو. حلو بزبط. بس هو بالعاده التيراميسو الاصلي انه بيرشوا على وجهه كاكاو، لانه الكريمه هاي هي حلوه شويه، حلوه زياده. يعني انها حلوه، يعني الكاكاو بمرار اللي فيه بغطي شوي على الحلاوه اللي موجوده فيها. طبعا هلا بلزمنا مصفايه عشان نرش الكاكاو على الوجه رش. بس هيك رشة خفيفة بتعطي منظر حلو. اه وبتعطي على فكرة طعم، يعني زي ما حكيت تكسر الحلاوة الزيادة اللي موجودة فيها. هلا آخر خطوة اللي هم أصابع الويفر اللي هي للتزيين. طبعا هاي الأطفال على فكرة كتير بيحبوا أصابع الويفر، هدول كتير خفيفين وزاكين، كتير زاكين. كمان بالمطاعم بيستخدموهم كتزيين على الكوكتيل او كاسات العصير، كمان هيك منظر كثير حلو بيعطي، كثير زاكين. وبالميلك يعني. شيك كمان باكواب الميلك شيك لانه الملمس تبعهم هيك بقرمش فطعمهم كثير زاكي. هيك بتكون جهزت معنا اخر كاسه بهي الطريقه. إذن هيك احنا بنكون انتهينا من طبقنا لليوم، فشكرا كثير لك يا رزان على اكواب التيراميسو اللي كثير مميزه. العفو حبيبتي، يعطيكي الف الف عافيه. الله يعافيكي يا رب. اذا مشاهدينا احنا هيك بنكون انتهينا من تحضير اكواب التيراميسو لليوم، لاقوني بنصيحه او المعلومه مثل دائما وبحلقه جديده من برنامجكم يومي على فضائيه النجاح. باي باي.